يعني أبدأ معك بتوصيات البرلمان التي خرج بها اليوم، ضرورة تشكيل الحكومة، توزيع بطاقة تمويلية، وتحرير السوق من الاحتكار. هل هذا حل برأيك للأزمة الراهنة، وسيلغي هذا الجدل الراهن؟ أحييك وأحيي فريق العمل في قناتكم وكل من يشاهدنا أو يتابعنا. أهلا بك. يعني بالطبع لم يخترع هذا البرلمان البارود، وكأني به يقول إن الحق على الطليان كما يقول المثل، وليس هناك من يتحمل المسؤولية. كل إذن هذا النقاش كان بناء على رسالة وجهها رئيس الجمهورية، والكل يظن من الخبراء القانونيين الموثوق بهم أن فيها مبالغة للتهرب من المسؤولية. أصلا منذ وقت رفع الدعم ومنذ وقت إرساء الدعم كان هناك تأكيد على أنه لن يبقى طويلا ولن يستمر، لأنه ليس هناك من أموال تكفيه. ووصل الأمر بحاكم المصرف المركزي ليعرج الجميع عندما قال أنه صرف في الشهر الأخير ما يوازي 800 مليون دولار للمحروقات، والآن نستنتج أن الكثير منها يهدر في التخزين وخاصة في التهريب. وصل الأمر أن يستمر التهريب خاصة إلى سوريا منذ 2015 بشكل منتظم، وكل ذلك يتم على حساب الخزينة اللبنانية. ما أقره المجلس إذن بعد نقاش عقيم وسجال أمور تقليدية روتينية تقول بتشكيل الحكومة وتقول بالبطاقة التمويلية، هناك اختصاص في هذا الوقت منذ 4 أغسطس، منذ فاجعة مرفأ بيروت لم يتمكنوا من تشكيل حكومة، لم يتمكنوا من إقرار لائحة البطاقة التمويلية ولا التفاوض مع البنك الدولي وصندوق النقد الدولي. هناك مأزق بنيوي، هناك مأزق مؤسساتي، وهناك زيارة على كل شيء يعني نهاية للضمير وإمعان في استمرار الفساد بأي ثمن.